أيضا الإفادات بأنه مؤلف من 3 طوابق هدم البناء بالكامل من قبل الكيان الإسرائيلي بعدين الذين هم يتواجدون في هذا البناء، ومن ثم مباشرة القيام بنقلهم عبر سك بالتوازي مع العدوان الذي كان أيضا يتم على منطقة ريف دمشق. كما قلنا بأن الآن قانون دولي لأي اعتبارات تتعلق بما تلك النقطة تحديدا، ويقوم وينفذ انفجارات سماع دوي، عدة انفجارات للدفاعات. هذا الأستراد هو الأستراد الحيوي الأهم في هذه المنطقة. من يتواجد داخل هذا البناء من المدنيين عن أعدادهم، عدد الضحايا، عدد الشهداء، عدد من تم إنقاذهم من خلال العملية السريعة. كما نلاحظ بأن سيارات الأسعاف يعني هي لا تتوقف مباشرة، تقوم ب يعني هناك استنفار لعدد كبير من سيارات الإسعاف في طواقم الدفاع المدني والأطفاء، عملية سبر للمنطقة، عملية إزالة الإنقاذ، بحث عن أي من الناجين، بحث عن والإسعاف بالنسبة لعملية نقل أي إصابات من هذا البناء. كما إفادات شهود العيان.